تعالى بقى نبدأ مع بعض رحلة الأكشن بتاع كل من السيمباثيتك ثم الباراسيمباثيتك. هنبدأ بالسيمباثيتك أكشن وناخد أول منطقة اللي هو الهيد أنك. هتلاقيني كاتب لك على باب التذكرة أو المراجعة الأوريجين والريلي. لو فاكر الهيد أنك بتاع كان بياخد من T1 and 2، وكان الريلي بتاعنا في السيرفايكال جانجليا أبر وميدل ولور، ودول نوعهم لاترال. طيب نبدأ ناخد الأكشن. لقينا إنه بيشتغل 3 أكشن على الآي، و3 أكشن على السكين، وأكشن أخير على جلاند. قبل ما أبدأ في أي أكشن عايزك تفتكر الجملة دي، السيمباثيتك بتاع الفايت أور فلايت بتاع الاسترس بتاع إن في موقف طارئ إمرجنسي بتاع الإكزايتيشن إيموشن أو الإكزايتيشن بصفة عامة. فبالتالي كل حاجة في السيمباثيتك هتلاقيها ماشية مع الفكرة دي. لو انت دلوقتي اكزايتد قوي او دخلت فايتنج او هتجري، دايما كان بيضربونا المثل بتاع زمان لو انت ماشي وطلع عليك اسد، فاكرين المسرحية بتاع شاهد ما شافش حاجة، علي الامام لما كان قاعد بأكل ارنب وطلع عليه الاسد وقال اما يطلع لي اسد، نفس الموقف. انت في الموقف ده عاوز تعمل ايه في الفيجوال فيلد؟ عاوز توسع الفيجوال فيلد جدا، عايز تشوف كل حاجة حواليك، خايف تجيلك ضربة من هنا او الارم او اتاك من هنا. عشان كده هنعمل ايه في الابر ايليد؟ هل ننزله ولا نرفعه؟ نرفعه عشان ازود الفيجوال فيلد بتاعك. نعمل ايه في البيوبل؟ هل نعمل فيها دايليتيشن عشان ادخل ضوء كتير واشوف اكتر، ولا كونستريكشن؟ اكيد دايليتيشن. في عضله اسمها بيبل دايليتور ماسل كانت ريديال كده، كان بيشتغل عليها الالفا 1، كلمت عنها في كاتيكولامين في الاندوكراين لو فاكر. العين نفسها احيانا يقول لك ممكن يحصل فيها اكزوبسالمس، بس ده طبعا مش في البني ادمين قوي، كانت اكتر في الحيوانات. بس لو جالك جمله ام اس كيو قول صح. البيبل دايليتيشن الاسم التاني له ميدريزس عشان الام اس كيو. بالمناسبه في الفارما لو قال لك اي حاجه بتعمل نفس الاكشن بتاع السيمباثيتك، اي دواء بنسميه سيمباثوميميتك، او يقول لك ادرينرجيك ريسبتور اجونست سواء الفا 1 اجونست او بيتا 2 اجونست او حتى بيتا 1 اجونست، يقول لك الحاجات دي تحصل، قول له ايوه. فممكن يصيغ لك الجمله بصوره فيسيولوجيكال او في صوره فارماكولوجيكال، انت معاك اصل المعلومه ويحور عليك زي ما يحور، انت هتحل جملتك بصباع رجلك الصغير. طيب خلصنا الثلاثه بتوع الاي على الجلد. كانت الجلاند اللي واخد توكيلها هو السويت، مع ان هقول لك معلومه عن الباراسمباثيك، البارا هو اللي واخد توكيل الجلاند واقصد بها الاكسكراين جلاند، يعني اي سكريشن في الجسم هتلاقي ان البارا هو اللي بيزوده الا السويت السيمباثيك خده. وده ماشي جدا مع فكره السيمباثيك. هل وقت الفايتنج، وقت الاكزيتيشن، وقت ما انت بتتخانق، وقت ما انت بتجري، وقت الاكسرسايز اللي هو وقت السيمباثيك مفروض تحرق كتير ولا لا؟ ايوه. اشمعنى؟ عشان السويت ده بيعمل لك ايفابوريشن للهيت ويخلي درجه حراره جسمك ما تعلاش قوي، تبقى مترطب حضرتك، رحمه من عند ربنا. لو حد جامد قوي يقول لي السويت يحصل باي كيميكال ترانسميتر، هتقول لي السيمباثيك اللي رايح له، واقصد بكلمه رايح له يعني بص جانجليونيك. ايوه. المفروض يطلع ايه؟ هل نور ادرينالين؟ لا، قلت لك تو اكسبشن. ادي الاكسبشن الاولاني السويت جناند ستايل كورين حضرتك، بما ان مفيش بارا هيروح للسويت جناند وانا هروح بنفسي كسيمباثيك عشان انقص حراره الجسم وقت الاكزايتيشن، فاعملها بالستايل كورين وفاء لان الباراسمباثيك كان مسؤول عن السكريشن بتاع الجسم كله. طيب ايه اللي هيحصل في الهير فوليكل؟ هل يحصل في اريكشن ولا تنام وقت الاكزايتيشن؟ بيحصل ايه حضرتك؟ اريكشن بس في الهير يا جماعه، في الهير. فتقول هير اريكشن، او العضله اللي بتعمل لك اريكشن يحصل لك كونتراكشن. السكين بلاد فيزل، هل مطلوب منك تودي دم كتير للسكين او جي اي تي وقت الاكزايتيشن، وقت الهرب، وقت الاكسرسايز؟ لا طبعا، ده انا عايز اودي دم كتير للموست فايتال اورجان برين وهارت. عشان كده حاجه زي الجلد اكيد عمل فيها فازو كونستريكشن. عشان كده وقت السيمباثيتك كلنا جلدنا بيبقى وايت وكولد عشان انت قللت الدم اللي رايح له، صح؟ ممكن نقول كميه بيل احسن. اوكي، ادي الثلاثه اللي على السكن. لقينا ان السيمباثيتك المفروض انه ما لهوش تخصص على السكريشن الا على السويت جلاند، الا انه راح للسلايفا وبدا يزود السلايفا سكريشن. هتقول لي استنى يا دكتور، السلايفا دي محجوزه للباراسمباثيك يا جماعه، الباراسمباثيك هو اللي بيزود السليفري سكريشن من الثلاثه سليفري جلاند، امال ايه اللي جاب السلايفا في جمله السمباثيك؟ جمله ملهاش اي لازمه، بس لو جالك في الام اس كيو هتقول الاتي، هو فعلا بيزود السلايفا سكريشن بس مش الووتر سكريشن،
وكأن افراز السلايفا نوعين اتنين فعلا، لا اما ووتري اللي هو الترو وده بتاع البارا سمبثاتيك، لا اما يبقى ترافيك فيزيت سكريشن سلايفا ناشفه. ايه ده، في حاجه اسمها سلايفا ناشفه؟ ايوه، تخلي ريقك ناشف وعطشان لدرجه ان انت محتاج تشرب ميه. تعال بقى لما اقول لك لو حصل لا قدر الله انجري في السمبثاتيك اللي راح لريد النك، سندروم اسمه هورنر سندروم، اللي انا قلته لك ده هنعكسه، هيحصل في الاي اي والسكين اي، لان اول ثلاثه كانوا خاصين بالاي وتاني ثلاثه خاصين بالسكين. اعكس يا سيدي، الاليفيشن بتاع الابر ايليد مش هيحصل، هيحصل عكسه، هتحصل حاجه اسمها توزس، الابر ايليد هيقع. البيبل ديليتيشن مش هيحصل، هيحصل عكسه، مايوزس. الاكزوسترمس ممكن يحصل عكسه انوسترمس، بس دي جمله عبيطه. كمل. فاكر السويت اللي كان بيحصل في الجلد في جسمك كله؟ مش هيبقى فيه اي سويت، ويحصل ان هيدروزس، هيدروزس على اساس الميه بتاع السويت يعني، وان يعني نو. فاكر الفازو كونستريكشن اللي كان بيحصل في السكين؟ اه، المره دي مش هيحصل، فيحصل عكس فازو ديليتيشن، فيبقى الجلد ريد وورم. اشهر ثلاث كلمات في الهورنر سندروم توزس مايوزس ان هيدروزس، حتى فيهم سجع كده. لو قال لك في الهورنر الجلد ريد وكولد قول له غلط، ريد وورم، افتكر فازو ديليتيشن هيحصل او فازو كونستريكشن مش هيحصل. كده خلصنا الحمد لله سمبثاتيك اكشن بتاع الهيد انك. في كورس دكتور محمد مجدي انت عملاق والمعلومات اقزام. في الصوره رقم 9 هناخد السمبثاتيك اكشن على السوركس وعلى الابدو من حضرتك، برضو على سبيل المراجعه الاوريجن كان مين والريلي كان مين. الاوريجن بتاع السوركس كان تي 1 2 3 وريلي يعني في اي جانجليون، كانت برضو في لاترال جانجليون. حد فاكر اسمها؟ اه، اللور سيرفايكال مع سوراس الجانجليا. حلو قوي. اكشن سمبثاتيك السوركس كلنا عارفينه، هيعمل ايه في الهارت، هيعمل ايه في البرونكاي. بالله عليك سمبثاتيك هيعمل ايه في الهارت وقت الاكزايتيشن اكسرسايز؟ يزود كل البروبيرتيز بتاع الهارت عن طريق بيتا 1. طيب في الوقت ده محتاجين نودي دم اكتر للكورونري ولا لا؟ قلت لك انا عايز اودي دم اكتر للموست فايتال اورجان. طبعا الكورونري يحصل فيها فازو دايليتيشن، ما تتلخبطش، نروح على ريسبيراتوري سيستم. سمبثاتيك عاوز يدخل اكسجين اكتر زي ما طلع دم اكتر، لان انت طلعت لي دم كتير في السي في اس، فده محتاج اوديه على اللنج ويشيل اكسجين كتير. طب نعمل ايه على البرونكاي؟ اكيد برونكو دايليتيشن عن طريق بيتا 2، لقوا ان هو بيعمل بالمونري وذا كونستريكشن. خلصنا السوركس، انزل تحت عند الابدومين، شوف اخر سطر معايا اللي هو تحت خالص ده. السمباثيك سبلاي اللي راح للابدومين بيحصل عن طريق نيرف، نيرف رايح للاحشاء، فكلمه احشاء يعني سبلانكنيك. النيرف ده كبير قوي فيسموه جريتر، وده عشان اميزه عن اتنين نيرف جايين كمان شويه اسمهم ليسر سبلانكنيك نيرف. افتكر السمباثيك اللي راح للابدومين الكبيره اسمه جريتر سبلانكنيك نيرف، اما السمباثيك اللي رايح للبلفس الصغيره هيبقى اسم النيرف ليسر سبلانكنيك نيرف، لدرجه ان واحد ليسر مش هيكفينا وهنحتاج اتنين ليسر. الكلام ده في البلفس. طيب فكرني السمباثيك بتاع الابدومين الاوريجن بتاعه كان فين؟ من تي 7 تي 12 اللي هو اللور 6 الثراسي. الريلي كان اتنين كولاترال جانجليا، وقلت لك احنا بنسميها باسم الفيزل الكبير، الارتري الحلو اللي طالع من ابدومين الاورتا، سيلياك وسبيريو ميزنتيريك. قول لي بقى ايه الاكشن يا سيدي؟ زي ما انت شايف اربع رسومات يلخصوا لك الاكشن بتاع السمبثاتيك، وبرضه افتكر المين ايديا اند برنسبل اوف سمبثاتيك. بالله عليك انت زودت لي الدم اللي طالع من الهارت وزودت الاكسجينيشن، مش محتاج انك تزود مصادر الطاقه؟ اكيد طبعا، فانت عاوز تزود لي الجلوكوز والليبيد، خصوصا الجلوكوز. فانت هتعمل ايه في البلاد جلوكوز يا عم سمبثاتيك؟ اكيد هايبر جلايسيميا. طب نعملها ازاي؟ نروح للليفر المخزن الجميل ونقول له كسر الجلايكوجين، عمليه اسمها جلايكوجينوليسيس. حلو قوي. طب انت كده زودت لي مصدر الطاقه اللي هو الجلوكوز والاكسجين، جبناه اكتر عن طريق برونكو دايليتيشن، وصلتهم اكتر للتيشو عن طريق زياده سي في اس بروبيرتيز، صح؟ مش محتاج عربيات تشيل اكسجين اكتر يعني ار بي سيز؟ ايوه، نعملها ازاي؟ احد الحاجات اللي يقدر يعملها مش ان السمبثاتيك بتاع الطوارئ يروح يصنع لك ار بي سيز، تقول له غلط، يروح يطلع من المخزن. هو فين مخزن ار بي سيز؟ مكانين اتنين، سبلين وليفر. الليفر اشتغلنا عليه، نقول للسبلين تعالى بقى عايزين نشتغل عليك، نعمل فيه كونتراكشن او سكويزنج فنعصره فنطلع كميه ار بي سيز كتير فنزود الهيماتوكريت. يبقى صاحبك كان بيحفظ الكلمات جنب بعضها، انت عارف الفكره، زودت لي اكسجين، زودت لي جلوكوز، زودت لي كارديك اوتبوت، روح زود لي الار بي سيز عن طريق الاسبرين. طيب
في وقت زي كده كاتيجوري مين اكتر تطلع معاك؟ مين مصنع كاتيجوري مين؟ ادريان مضله. فكان السمساتيك يروح ادريان مضله ويزود الريليز، وخدنا مع بعض في الاندوكراين ان الادرينال يطلع بنسبه 80%، اما النور ادرينال يطلع بنسبه 20%. طيب واحد واثنين وثلاثه جمال جدا، قول لي شغل السمساتيك على جي اي تي، هل بالله عليك وقت الاكزايتيشن، وقت الاستريس، وقت انك بتجري، هل مطلوب انك تشغل جي اي تي؟ يا اخي احنا سكين عملنا في فازا كونستريكشن، يبقى انا من دلوقتي عارف ان جي اي تي مش مفروض اشغلها، اعمل لها انهبيشن. فعلا السمساتيك عدو الجي اي تي، عدو يعني اعمل لها انهبيشن. فمبدئيا لو في دم هيعمل فيها فازا كونستريكشن، ما يوديش دم كتير هناك اكيد. طب نعمل ايه بقى في الموتيليتي؟ قلل الموتيليتي، قلل السكريشن بتاع جي اي تي، لان لما اقول جي اي تي انت عينك على الاس والام، اس يعني سكريشن وام يعني موتيليتي. نقلل الموتيليتي ازاي؟ روح على الوول اعمل فيه ريلاكسيشن يعني انهبيشن، روح على السفنكتر اعمل فيها كونتراكشن عشان تقفل الحركه قدام اي اكل، وتنهبت الدايجيشن والابزوربشن وكل الحاجات دي كله. يعني السمساتك بيعملها كيف؟ الجاستريك موفمنت او الجاستريك امتنج، قول له بيقلله حضرتك. جميل جدا. فاضل لنا السمساتك على البلفس، نشوف صدر رقم 10 هتقول لنا ايه. تلخيص للتكست بوكس كتير اتقدمت له بوصفه سحريه على طبق من ذهب ساعدته ينجز. في صدر رقم 10 السمساتك بتاع البلفس قلت لك الاوريجين وريلي على سبيل المراجعه، الاوريجين كان تي 12 وال 1 2 3 وريلي انفيريوم سنتريك جانجلين، ودي كانت كولاترال. ما انا اتفقت معاك ان الجانجليا بتاع السمساتك في الهيد ونيكوسوركس كانت لاترال، اما ابدون بلفس كانت كولاترال. تمام، حتى لو ما افتكرتش اسماء الجانجلي بتاع الابدون بلفس افتكر ان هي كانت كولاترال. جميل. النيرف بتاع السمساتيك اللي راح للابدون ممكن اسمه جريتر سبلانكينك نيرف. بتاع البلفس زي ما قلت لك من شويه يبقوا اتنين ليسر سبلانكينك، من كتر ما هم صغيرين اتنين، الاتنين دول يتحدوا مع بعض يعمل لك نيرف تاني اسمه بري سكرال نيرف، لانه بيبقى قدام السكرم على طول. طيب قول لي يا سيدي السمساتيك يعمل ايه في البلفس؟ يروح على بقيه الانتستين، الهدف واحد، احنا عايزين نوقف حركه الانتستين، فنعمل انهبيشن للول وكونتراكشن ايه؟ سفنكتر. طب نروح لليورينري بلادر، وهل نزود اليورينيشن؟ لا طبعا عيب، انت في ستريس، هل ينفع وقت الاستريس تقول عمو عمو معلش هدخل حمام؟ مش وقت خالص، ولا حمام ميه ولا حاجه ثانيه. فهنعمل في البلادر اللي عملناه في اللارج انتستين انهبيشن للول كونتراكشن للسفنكتر، خصوصا انترنال يوريس سفنكتر. تمام، هو دي مكتوبه هنا اهو، يعني في الاخر انت حبست كل من الستول واليورين، عشان كده قال لك ان السمباثيك بيعمل ستول اند يورين ريتنشن. قول له صح، لانه اصلا مش وقتك يا عم الستول وانت واليورين على البينس. قاتل المتعه ليه؟ هو المسؤول عن اخر بارت من متعه السكشوال انتركورس الايجاكيوليشن حضرتك، كان يروح على البروستيت والسيمينال فيزيكال وحاجه زي الباس ديفرنس، ويبدا يقول لهم يلا يا جماعه طلعوا السيمين عشان نعمل ايجاكيوليشن، وبعد الايجاكيوليشن بيحصل شرينكش للبينس عن طريق الفازو كونستريكشن. وكده نكون خلصنا رحله السمباثيك من اي تو زد. كورس دكتور محمد مجدي بيحول الصخر لالماس. كورس دكتور محمد مجدي هنا وهنا فقط، يصنع وحوش التخدير.